أهلا بكم. انتخابات عمالية في مصر بعد إرجاء لنحو 12 عاما، الانتخابات الأولى من نوعها منذ ثورة 25 من يناير، ينظمها قانون حق تنظيم العمل النقابي والذي أقر قبل عدة أشهر. القانون واجه انتقادات تتعلق بحرية السماح بإنشاء نقابات واتحادات عمالية مستقلة في الوقت الذي واجهت أولى مراحل انتخابات الاتحادات والنقابات العمالية التي جرت قبل يومين، واجهت بعض الانتقادات بسبب صعوبة توفيق أوضاع عدد ضخم من الاتحادات والنقابات العامة المستقلة طبقا للقانون الجديد، فضلا عن استبعاد عدد كبير من المرشحين في تلك الانتخابات التي تتعلق بنحو أكثر من 3 ملايين شخص في مصر طبقا لآخر الإحصاءات الرسمية في عام 2013. في كلامنا المصري لهذا الأسبوع نبحث في ملابسات وظروف تلك الانتخابات وكيفية ملائمتها للائحة التنفيذية لقانون تنظيم حق العمل النقابي والعمالي في مصر. في حلقتنا أيضا نتابع تداعيات تقرير Human Rights Watch الصادر منذ أيام، والذي رصد عمليات هدم لعدد كبير من المنازل في شمال سيناء، وذلك في إطار جهود الجيش المصري في مكافحة الإرهاب. التقرير قال إن أعمال الهدم طالت ما لا يقل عن 3000 بيت وبناية تجارية منذ فبراير الماضي، فضلا عن 600 بناية في يناير الماضي. التقرير قوبل برد من المتحدث باسم القوات المسلحة تامر الرفاعي، والذي اعتبر أن التقرير اعتمد على بيانات ومصادر غير رسمية، مؤكدا أن الجيش المصري ملتزم بكافة الإجراءات القانونية. وأخيرا نتابع كيف تسبب مسلسل أبو عمر المصري في أزمة دبلوماسية محتملة بين مصر والسودان بعد اعتراض الخرطوم على بعض ما جاء في المسلسل. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة نتابع التقرير التالي لأهم أحداث الأسبوع غير مرتبطة بموضوعات نقاشاتنا. محكمة عسكرية تقضي بحبس الباحث إسماعيل الإسكندراني ومتهم آخر 10 سنوات لكل منهما في القضية المتهمين فيها مع آخرين بالانضمام لجماعة محظورة وإفشاء أسرار تتعلق بشبه جزيرة سيناء تهدد الأمن القومي. وكان ألقي القبض على الإسكندراني في مطار الغردقة أثناء عودته من الخارج في نوفمبر 2015. نيابة أمن الدولة العليا تقرر حبس المدون وائل عباس 15 يوماً على ذمة التحقيق في تهم تتعلق بمشاركة جماعة محظورة في تحقيق أهدافها والترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية وبث معلومات من شأنها تجدير الأمن والسلم العام، وذلك بعد أيام من حبس الناشط السياسي المعارض هيثم محمدين، والذي وجهت له اتهامات بتنظيم احتجاجات منددة برفع قيمة تذاكر متر الأنفاق وسط إدانات حقوقية. الخارجية المصرية تنفي في بيان لها ما تردد حول ضبط قطع أثرية ضمن حاويات تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها، مضيفة أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية قامت بإبلاغ السفارة المصرية في روما في مارس الماضي بعثورها على أكثر من 23,000 قطعة أثرية، من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية، وقامت الوزارة بإجراء اللازم والمتابعة مع الجانب الإيطالي للوقوف على كافة التفاصيل حسب ما ورد في بيان الخارجية المصرية. محكمة النقد تقضي برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على براءة أنس الفيقي وزير الإعلام الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وتؤيد الحكم الصادر ببراءتهما من التهمة المنسوبة إليهما بإهدار مبالغ مالية تقدر ب 36 مليون جنيه من أموال الدولة وتحقيق كسب غير مشروع من خلال استغلال مهام منصبيهما. في أول تطبيق ربما لقانون تنظيم الاتحادات والنقابات العمالية الذي أقر قبل أشهر، أجريت المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية في مصر وسط محاولات مئات النقابات والاتحادات العمالية لتقنين الأوضاع في ظل القانون الجديد. الانتخابات تحرك الراكدة في العمل النقابي والعمالي في مصر بعد توقف لنحو 12 عاما، لكن العملية الانتخابية تواجه تحديات تتعلق بالمساحات التي يعطيها القانون الجديد لتشكيل الاتحادات والنقابات العمالية المستقلة. نتابع التقرير التالي. بعد 12 عاما من التأجيل أجريت انتخابات النقابات العمالية في مرحلتها الأولى، أول انتخابات عمالية بعد ثورة يناير 2011، حيوية اقتراع من دون كثير دعاية وتحت سقف الاتحاد العام للنقابات العمالية وفي مقر الاتحادات والنقابات جرت عملية التصويت. انتخابات نزيهة وحرة، وشايفة الناس كلها ما فيش حد بيقدر يسيطر على رأيه، والناس كلها النهاردة عارفة الحلو من الوحش، وهي بتدخل هي عارفة اتجاهها ايه.
القانون الجديد فتح مجال كتير للحريات النقابيه بكل مجالاتها بكل نقاباتها، فتح ان احنا ممكن احنا 24 نقابه ممكن ينضم لنا اكتر من 60 نقابه عامه كاتحاد عمال يبقى اقوى من اي اتحاد عالمي. الا ان اخرين ممن لم تقبل اوراق ترشحهم كان لهم اعتراضاتهم على العمليه الانتخابيه. ممكن ان هي تتعادل الانتخابات لان في ناس مش مدرجه بكشوف الانتخابات لاسباب ما فيش قدموا طعون عليها لأسباب لم يعلن عنها ولم يفصح عنها، وفي شوف كم عدد الطعونات اللي تقدمت في المرحلة الأولى. احنا كان نفسنا يبقى في عملية انتخابية قوية، تنظيم نقابي قوي، كون الوزارة تستأثر بنفسها دون ان هي تدخل التنظيم النقابي في العملية الانتخابية خلاها فرخة من مضمونها. انتخابات تأتي في ظل قانون حماية حق التنظيم النقابي المقر العام الماضي من قبل مجلس النواب، الذي ركز على عدم استهداف المنظمات النقابية لتحقيق الربح في مرحلة ينتظر فيها كثير من العمال أماناً وظيفياً وخلق بيئة ملائمة تساعد على الإنتاج. احنا كنا بنتساءل تملي ليه مصر محطوطة في الشورت ليست؟ محطوطة في الشورت ليست بسبب ان تدخل جهة الإدارة في العمل النقابي وعدم وجود الحرية النقابية. بعد ما احنا عملنا قانون بنحاول فيه نحل هذه الإشكاليات اللي موجودة، طلعت لائحة تنفيذية بتخالف هذا القانون مخالفة صريحة، لكن بمخالفة صريحة للقانون طلع قرارات منظمة لهذا القانون غير اللائحة التنفيذية. إذا أنت بتخالف كل الأعراف اللي موجودة، أنت بتخالف القانون في كل شيء، أنت بتخالف لصالح إيه بالظبط؟ إحنا برضه ده برضه متسائل فيه، أنت بتخالف لصالح إيه؟ هل عاوز تجيب ناس أو رجالة بأعينها إنها تدير زي ما بتدير المشهد اللي فات، ولا ماذا تريد أن يحدث؟ انتخابات اتسمت برهانات سياسية رغم طابعها الاجتماعي، فبحسب منظمات حقوقية استبعد 1500 مرشح نقابي من الكشوف الانتخابية، وذلك تزامنا مع توفيق أوضاع النقابات المستقلة طبقا لقانون حماية حق التنظيم النقابي. انتخابات عمالية نقابية تأتي في ظل قانون جديد ما زال مثار جدل حوله بنقاط من أهمها أعداد المنضمين للجان النقابية، بالإضافة إلى أنه يحد من حرية العمل النقابي بحسب منظمة العمل الدولية، لكن الرأي المقابل يرى بأنه نجح في لم الحركة النقابية بكيانات تخضع للقانون، والدليل هذه الانتخابات، الثابت الوحيد بأن هناك شريحة من العمال ما زالت تطالب بتحسين أجورها وإعادة توزيع الرواتب لرفع الأجور الصغيرة. محمد عبد العالي، برنامج كلام مصري الحرة، القاهرة. اهلا بكم من جديد. هنبدا نقاشنا على الانتخابات العماليه. احب ارحب بضيوفي استاذه فاطمه رمضان الباحثه في الملف العمالي، اهلا بيكي معانا. استاذ طارق قعيب رئيس نقابه الضرائب العقاريه، اهلا بيك معانا. ومعانا على التليفون استاذ خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اهلا بيك معانا استاذ خالد. ألو. طيب هبدا معك يا استاذه فاطمه. لو تحدثنا عن عدد المتقدمين في هذه المرحله، يعني 20,087 عامل، انتوا قارينه ازاي العدد الكبير ده؟ يعني العدد الكبير ده ليه دعوه بعدد الشركات والمصانع والمنشآت اللي فيها لجان نقابيه، فلما بتضربيها في مجالس الاداره اللي هي بتتراوح بتبتدي من 7 فاكثر يديك العدد الكبير ده، وبالذات انه في كتير من موظفي الحكومه جاي في المرحله الاولى اللي هي المفروض انتهت في المرحله اللي فاتت. يعني هل تعدونه مؤشر ايجابي ولا ده حاجه عاديه متوقعه العدد ده؟ العدد في حد ذاته مالوش دعوه بالمؤشرات، لانه حتى اللجان اللي هم عاملينها بالتزكيه واللي هم في لجان زي الاوقاف مثلا في الجيزه، زي في الجيزة الناس العمال نفسهم والناس ما كانوش يعرفوا ان في انتخابات نقابية غير قبل الانتخابات بيوم واحد او باتنين، وبيبقى في تعتيم على مسألة الانتخابات علشان ما حدش يتقدم، وهم بيبقوا مرتبينها بينه وبين بعض بحيث انه اللي يقدموا على قد العدد المطلوب. الانتخابات كانت في السر يعني على قد المطلوب، فتيجي الانتخابات يبقى العدد على قد المطلوب، تبقى تزكية ما يبقاش في انتخابات اصلا. فالعدد ده ضمنه كل الحالات اللي طلعت اللي نجحت بالتزكيه وما كانش فيها اجراء انتخابات في المواقع. طيب استاذ خالد عيش ارحب بيك مره تانية، اهلا بيك معانا. بدايه لو تحدثنا عن الانتقاد،
اهلا بيك. لو تحدثنا عن يعني هناك حديث عن انه في تضييقات امنيه وتم استبعاد عدد كبير من المرشحين، احب اسمع تعليق حضرتك على ده. اولا يا فندم، عدد المرشحين العدد الكبير رشح ده سببه ان كثير من العمال عايزين تشارك في العمليه الانتخابيه نظرا لطول الفتره اللي ابتدت من 2006 للمفروض الدوره تنتهي 2011، لكن نتيجه للظروف ثوره 25 يناير و30 يونيو مد الدوره حتى وصلت ل 2018، فالعمال كانت متعطشه ان هي تمارس العمل النقابي. وبالتالي العدد هو في الحقيقه ده كان سؤالي الاستاذه فاطمه. انا سؤالي لحضرتك الحديث عن انه في تضييقات وتم استبعاد عدد من المتقدمين، حضرتك شايفه ازاي؟ حضرتك طبقا للائحه ان في اللي عايز يتقدم للانتخاب يتقدم للانتخاب، واللي بيستبعد من حقه يطعن. خدت بال حضرتك ان هو ليه استبعد؟ وبالتالي في كل لجنه عامه فيها قاضي. خدت بال حضرتك اي حد استبعد بس ان هو حقه طعن بيلجا للقاضي وبيرفع طعن عنه. ابقى معانا استاذ خالد. استاذ طارق اي فندم، خليك معانا من فضلك، احنا يعني حضرتك شاركنا في بقيه الحوار. استاذ طارق، تغيير طريقه التقاضي في القانون الجديد، انتوا كان عندكم تم استبعاد حالات من عندكم ولا يعني شايفين طريقه التقاضي ازاي؟ تم استبعاد حالات بشكل فج وصارخ تحت دعاوي يقول لك انت ناقص شهاده المؤهل ومحطوطه، ما فيش موظف في القوى العامله بيستلم ورق الا ما يكون كامل، ويفاجئ الناس المرشحين انه يقول له انت الاقرار الفلاني ناقص او الاقرار او شهادتك ناقصه او كذا او الى اخره. ده طبعا تدخل سافر من الجهه التنفيذيه او السلطه التنفيذيه في انتخابات النقابات. ومع احترامي، لا دي مش المشكله، دي مش المشكله، في القانون في مشكله، اللائحه فيها مشكله، التطبيق على ارض الواقع في مشكله. كان في مجزره للنقابات في توفيق الاوضاع. يعني ايه موظف قوى عامله قاعد منوط بيه انه يستلم ورق توفيق الاوضاع للنقابات ويرفض الاستلام؟ احنا بيرفض الاستلام ليه؟ بيرفض الاستلام كده بحجه ان انت مش هستلم منك، انا مش هستلم منك الا اذا كنت تبع اتحاد عمال مصر، وده انحياز واضح. وكانوا بيدعوا الناس ان خش اتحاد عمال مصر وانا اوفق لك، وده كلام ثابت. والدليل ان احنا سلمنا 11 لجنه على يد محضر في نقابتنا احنا بس. يعني لما يبقى في نقابه الضرائب العقاريه سلمنا 11 لجنه على يد محضر في المحاكم ووفقنا 14 لجنه بطلوع الروح. لا 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 لا، في انحياز سافر. يعني المجزره كانت في القانون، ثم مجزره في اللائحه، ثم مجزره في توفيق الاوضاع، ثم مجزره في الانتخابات. انت مش من حقك تستبعد حد علشان ورقه ناقصه، قول له كمل الورقه. طيب في حاله الاستبعاد سلكتوا المسلك القانوني اللي هو احنا سلكنا المسلك القانوني وعملنا طعن وعملنا الطعون. بص حضرتك، هي مرسومه عشان ذبح الحريات النقابيه في مصر وسحق الطبقه العامله في مصر، ويبقى ممثل اتحاد عمال طول الوقت ما عملش حاجه للعمال، طول الوقت هو مع السلطه التنفيذيه ضد العمال، واخر حاجه كانت الخدمه المدنيه، واخر حاجه كانت المعاشات والمهزله اللي حصلت في طعن المعاشات. مع احترامي، يعني احنا بنقول في قانون ذبح الطبقة العاملة وذبح الحريات النقابية، كانوا عاملين شوية تجميل كده عشان منظمة العمل الدولية. يعني أنا مش عاوز منظمة العمل الدولية، أنا عايز الطبقة العاملة المصرية، عايز الموظف المصري، العامل المصري. أنت بتشتغل عشان الطبقة، عشان منظمة العمل، ولا بتشتغل عشان العامل المصري بس؟ ففي أستاذ خالد يعني أستاذ طارق مش الحالة الوحيدة، يعني وإحنا بنحضر للفقرة دي شفنا حالات وفي أخبار كتيرة وناس موثقة أنه في ناس امتنعت، موظفين امتنعوا عن استلام أوراق أو في تعنت ما. وكمان في ناس شايفة أنه مسار التقاضي كمان تغييره من مجلس الدولة للمحاكم العملية ده شيء ربما يكون مش في صالح المستبعد. أحب أسمع تعليق حضرتك. حضرتك ممكن أعلق بس على الأخ طارق بالنسبة طبعا يا فندم، ليك كل الحرية، أرجوك علق. اتفضل يا فندم، اتفضل. يعني بالنسبه لتوفيق الاوضاع، توفيق الاوضاع في باب في القانون بيقول كيفيه توفيق الاوضاع. طب عشان توفق الاوضاع مطلوب منك 1 2 3 4 5 موظف القوى العامله اللي منوط بيه بالاستلام اي ورق ناقص من دوت يقول له لا ما فيش، لازم لما توفق وضعك. خدت بال حضرتك؟ وبالتالي نفس الكلام ده حصل بالنسبه لنا احنا اتحاد عمال مصر. احنا ما فيش حاجه اسمها اتحاد عمال مصر ولا اتحاد غيره، احنا كلنا بنتكلم تحت منظومة قانون بيتبعنا كلنا اللي هو قانون 213 2017.
اللي بينطبق عليه القانون اهلا، والصندوق يجيب اللي هو عايزه. ده بالنسبه لتوفير الاوضاع. الحاجه الثانيه بالنسبه للمحلول، بس القانون الجديد استثنى الاتحاد العام ونقاباته من توفير الاوضاع. لا ما استثناش، لم يستثني. يعني حضرتك بتتحدث انه القانون بيتبعكم كل القانون استثنى اللائحه اللي ما استثناش، بس القانون استثنى. يعني هم عندهم، انتوا بس النقابات المستقليه اللي عندها توفي اوضاع. لا لا القانون القانون استثنى اللائحه اللي ما استثناش. القانون مش صحيح. طيب اتفضل استاذ خالد، اتفضل. يا استاذه الو، اتفضل يا فندم. ايوه فندم، مع حضرتك، اتفضل حضرتك على الهواء. ما فيش حد استثنى من توفير الاوضاع. ال 24 نقابه اللي هم خاضعين لاتحاد العمال، كلنا وفقنا اوضاعنا طبقا للقانون 213. مفيش حد. طيب. يعني حضرتك موجوده الاوراق في الوزاره، مفيش حد استثنى. اوكي يا فندم، مش هي دي المشكله يا فندم. طيب. مش هي دي المشكله، مع احترامي، مش هي دي المشكله. ده قبلت جمعيات عموميه مزوره لصالح اتحاد عمال مصر، ومعانا الورق المزور. قبلت جمعيات عموميه مزوره لصالح اتحاد عمال مصر. طيب. ورفضت. طيب. جمعيات عموميه سليمه للنقابات المستقله. ممكن بس يعني نهدي شويه، احنا مش جايين. طب استاذه فاطمه، اذا كان الاتحاد حتى يعني لم يستثنى احد من توفيق الاوضاع، ايه المشكله انه الجميع يوافق اوضاعه، خاصه انه العدد يعني في عدد مش قليل من اللجان النقابيه اللي وافقت اوضاعها المره دي؟ اتفضل. طيب انا عايزه اتكلم على نقطه اتقالت على فكره الطعن والتمييز، وادلل على انه ازاي اثناء سواء في القانون نفسه استثنى نقابات اتحاد عمال مصر وقال انها لا توافق اوضاعها وتفضل شغاله زي ما هي لحين الانتخابات. جت اللائحه التنفيذيه قالت كله يوفق. احنا عندنا النظام دستور قانون لوائح، فما الذي تطبق في هذه الحاله؟ لا ما انا بقول لك اهو، ما فيش لائحه تعدل القانون. هو الفكره هم عملوا كده في اللائحه ليه؟ لانه عندهم منظمه العمل الدوليه قالت لهم والله عندكم ملاحظه ان انتم بتميزوا ما بين نقابات ونقابات، وبالتالي دي مخالفه صريحه للاتفاقيات الدوليه اللي انتم موقعين عليها. فيعملوا ايه؟ القانون صدر وخلاص، والقانون في تمييز واضح وصريح، قال لك نعمل اللائحه بهذا الشكل. بس ده مش معناه خالص انه ينفع انه اللائحه تبقى عكس القانون. ده نمره واحد. نمره اتنين، انه في مشكله حقيقيه في تحويل مسار الطعون من مجلس الدوله اللي كان فيه انصاف للعمال والنقابيين سابقا الى المحاكم العماليه التي لم تشكل في كثير من الدوائر. قبل كده في الانتخابات اللي قبل كده واخرها 2006 كان العامل بيروح النهارده مجلس في الدولة. في رأي هنا بيقول انه لم يعني 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 شوفوا الاول المحاكم العمليه تمشي معاكم ازاي وجربوا. لا يعني لا حضرتك، ما هو حضرتك، ما انا هقول لحضرتك حالا دلوقتي. كان في 2006 انتخابات 2006، العامل بيتقدم بالطعن بتاعه النهارده، ممكن يتحدد له جلسه بكره ياخد حكم ويلحق الانتخابات. المره دي الاستاذ طارق واخد احكام، واخد مواعيد جلسات في شهر 6. هتكون الانتخابات خلصت وشكرا. ولما تاخد حكم بقى بوريني هتنفذه ازاي اصلا. ودي مشكلة تانية أساسا. وبالنسبة للتمييز، احنا عندنا حالة صارخة. النقابة المهنية لسائقي محافظة القليوبية، نقابة وفقت أوضاعها يوم 14/5 بالفعل، وخدوا منها الورق بتاعها. راحوا يقدموا للانتخابات، اكتشفوا انه كل اسماء مجلس الإدارة ورئيس النقابة المتقدم للانتخابات اتشالت اسمائهم من كشوف اللي هيبقى حصل فيها انتخابات. فراحوا يسألوا في ايه، شلتوا اسماءنا ليه؟ احنا موافقين اوضاعنا ومسلمينكم ورق ان احنا عايزين نعمل انتخابات. الرد بتاع القوى العامله في الحقيقه واضح وصريح، وبيقول قد ايه في تمييز. الرد بتاع القوى العامله بيقول انه بناء على راي السيد المستشار رئيس اللجنه العامه للانتخابات، فانه غير مسموح للقوى العامله بان تستلم اوراق من النقابات المستقلة، وبالتالي ليس من حقهم خوض الانتخابات، واللي من حقه خوض الانتخابات هم النقابات التابعة لنقابة النقل البري الأصلية اللي اتحاد العمال. وبالتالي في كذا حاجة. أولا المستشار رئيس اللجنة العامة للانتخابات ملوش دعوة إذا كانت النقابة دي طالما معاه ورقة بتوفيق الأوضاع، هو مش من سلطته أصلا يتكلم في وفقه ولا ما وفقوش ليه. دي مش مشكلته خالص. والتمييز واضح بس حضرتك في النص. حضرتك بتتكلمي عن حاله موثقه، يعني عندي موثقه عندي أوضح. عندي ومختومه بختم النسر من مديريه القوى العامله. للاسف بقى الأسوأ من كده انه اللجنه دي لما دخلت تتناقش مع المستشار رئيس اللجنه العامه ما عجبوش ان هم بيتناقشوا معاهم، بيقولوا له ان ده مش قانوني. فطلب لهم البوليس وعمل لهم محضر تعدي، و
تعمل لهم قضية. طيب خلينا نروح فاصل ونرجع لكم مشاهدينا، فاصل قصير ونرجع نكمل معاكم هذا النقاش. اهلا بكم من جديد، هنكمل هذا النقاش عن انتخابات العمالية. طيب استاذ طارق، لو تحدثنا عن انه في القانون الجديد الحد الادنى من الاعضاء لتاسيس اللجان والنقابات والاتحاد بيرتفع كتير عن القانون السابق، يعني بنتكلم انه في الماده 11150 عامل لتشكيل لجنه نقابيه كان في القانون القديم 50، بس فرضا انه في مصنع او كيان عدد عماله مثلا 100 او 90، دول وضعهم ايه؟ بص حضرتك، هو ده عوارم في القانون. القانون بالوضع ده انه يحط 150 عامل لتشكيل لجنه نقابيه، ده خرج 90% من اماكن العمل في مصر بدون نقابات، ده بدايه كده، لان اماكن العمل 90% منها اقل من 100 عامل. هل ممكن بقى يتم التحايل على ده مثلا انه ما اعرفش كيانات تانية تعمل تشترك مع بعض، ولا يعني هم حاطين انه ممكن يشتركوا القريبين مع بعض؟ دي كلها معلش دي ما تبقاش نقابه بقى. يعني انا بشتغل في ورشه كذا وفلان بيشتغل في ورشه كذا، المفروض النقابه دي بتدافع عن الناس اللي بتشتغل في المصنع الصغير ده او في الورشه دي او في المكان ده او في محل العمل ده. متشابهه، مش انتوا كده ممكن تحققوا مكسب مثلا؟ لا لا حضرتك، لا لا، النقابه المفروض انه علاقه مباشره مع صاحب العمل، مش نقابه هنا ترتبط بصاحب عمل اخر. ودي على فكره اللي هم عاملينها اصلا التشكيل النقابي، ان هم تلاقي النقابه ضمه مثلا كل بتوع المرافق العامه. المرافق العامة دول منتشرين في مصر كلها وحاجات مختلفة جدا جدا، فاستحالة عقد جمعية عمومية أصلا، استحالة تغيير الناس اللي فوق. طيب في حالة زي دي الكيانات اللي بتبقى عدد عمالها صغيرين دول بيبقوا مش نقابي، يعني مش بيتبعوا الاتحاد العام، بيبقوا من غير مظلة، بيبقى وضعهم إيه؟ لا هم بيلمهم إجباري في الاتحاد العام، بيلمهم إجباري والعضوية إجبارية وكله إجباري، لكن احنا المفروض نتكلم على قانون جاي للحريات النقابية، قانون جاي يحرر الطبقة العاملة. حضرتك بصي، هم حرروا رأس المال لكن هم مش راضين يحرروا العمال، عشان يدنهم تحت القبضه اللي ما يطالبوش بحقهم ومفيش كيانات تطالبها. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، هو بيقول 150 وكمان النقابه العامه 20,000. تخيلي بقى في مصر ان الحزب السياسي تشكيله ب 5,000، يعني الحزب السياسي يكتسب شرعيته بعده اجراءات وعدد العضويه قوامل. حزب سياسي المفروض انه رايح جاي يحكم مصر ب 5,000، ونقابه بتدافع عن الناس في مهنة واحدة عايزة 20,000. شو حضرتك ده نوع من أنواع القيود، مفروضة أصلا، مقصودة مقصودة. طيب أستاذة فاطمة، الكيانات اللي ما وفقتش أوضاعها دلوقتي هيبقى وضعها إيه؟ يعني دلوقتي مش هيدخلوا انتخابات، مش هيدخلوا انتخابات. طيب كده إيه الوضع؟ لا هو بصي، في حاجة مهمة اتكسرت في هذا بإصدار هذا القانون، رغم كل الملاحظات اللي احنا بنقولها عليه، وده نتيجة نضال العمال لسنين طويلة، انه فكرة احتكار اتحاد العمال لمسألة التنظيم اتكسرت، ودي بداية طريق. حاطين فيه صعوبات كتير وحاطين فيه حفر كتير وحاطين فيه مشاكل كتير، بس دي بداية طريق. اللي ما قدرش يوفق أوضاعه ينفع انه يعمل إعادة تأسيس. وبالمناسبة يعني الحاجة الغريبة جدا انه القانون واللائحة التنفيذية يحط شروط توفيق الاوضاع لانقابة كانت موجودة بالفعل وحتى اوراقها عندك في القوى العاملة قبل كده، اصعب من شروط التأسيس من اول وجديد. وده يورينا هم قد ايه كانوا عايزين يحصروا موضوع الانتخابات وموضوع النقابات في المرحلة دي. يعني في شرط في توفيق الاوضاع ليه دعوه بانه اعضاء الجمعيه العموميه، كشف اعضاء الجمعيه العموميه لازم يبقى مختوم ومعتمد من جهه العمل ومن التامينات الاجتماعيه، والاثنين حاجتين دول في الحقيقه كارثتين. ليه بقى؟ اولا لما انت تقول لي انه جهه العمل تختم، ده معناه ان انت بتدخل جهه العمل في شؤوني، مفترض ان انت بتدافع عن حقك مقابل هذه. بالظبط، جهه العمل هتختم لمين؟ هتختم للنقابه اللي ماشية معاها على الخط وما بتقولهاش مطالب العمال ببساطة شديدة. أي نقابة هتقول لها حقوق العمال ومطالب العمال وهتقف لها عشان مطالب العمال، مش هتختم لها عشان توقف ورقها عشان ما تبقاش موجودة. المشكلة الثانية التأمينات، ده أنت لما بتقول لي أختموا التأمينات، التأمينات مش هتختم إلا لو كانوا كل الأعضاء دول مؤمن عليهم. ده أنت عندك في القطاع الخاص أكتر من 50% من العمالة في القطاع الخاص مش مؤمن عليها.
هل ده معناه ان انت بتستبعدهم من توفيق الاوضاع؟ طب ازاي يعني تحرم كل هذه الفئه من حقها؟ كانت موجوده في نقابه والنقابه كانت موجوده وبتمارس نشاط بالفعل وراح توفق اوضاع، تقوم تحط شرطين تحكم التامينات وتحكم اصحاب الاعمال في مصير العمال والنقابات؟ ده باي منطق وباي يعني بانهي حكم وبانهي دستور اللي بيقول كده اصلا؟ طيب حضرتك قلت لي ان انتوا تم استبعاد مرشحين من عندكم، هتعملوا ايه؟ لان الطعون حضرتك بتقول لي انه في شهر يونيو هتكون الانتخابات اصلا. طبعا طبعا حضرتك لما تبص الى الجدول هو حاطط 60 يوم توفيق اوضاع، حاطط عراقيل واوامر صارمه من وزير القوى العامله ومن مساعدينه ومن لجنه توفيق الاوضاع لكافه المديريات، وكانوا بيقولوا لنا كده بصراحه، يجي لنا الاوامر طيب من مديريه القوى العامله هنوفق، ما نجيش مش هنوفق، كان ما فيش قانون في البلد يعني خالص. هم حاطين يومين للتقدم للطلبات عقب توفيق الاوضاع، ثم يومين للطعون، ثم يومين للتجهيز، ثم الانتخابات. ده في انه منطق ده؟ يعني تبقى في اسبوع واحد تقدم للترشح، طعون، بت في الطعون، كشوف نهائيه، انتخابات. مفيش اي حد في العالم يقدر يكمل. لذلك كل الانتخابات دي كده شكلي فقط، يعني شكلي تمت شكلي فقط. انتوا ناس عايزه تدافع عن حقوقها صح ولا لا؟ طبعا. طيب انتوا هتعملوا ايه في الوضع ده؟ يعني بالمعطيات دي دلوقتي هتعملوا ايه؟ احنا قدرنا ننتزع جزء، وزي ما قالت الاخت فاطمه ان احنا ده بدايه الطريق، كسر الاحتكار بتاع اتحاد عمال مصر اللي هو الذراع لكل سلطه ضد العمال، واللي هو طول الوقت ضد مصالح الطبقه العامله، انكسرت وقدرنا ان احنا ناخد جزء من، صحيح مش كبير لكن ده نقدر نبني عليه. التأسيس متاح في القانون، وده انتزعناه في القانون، محدش منع ده مكسب فيه. يعني الفكره انه ده مكسب ليكم انتوا، هتبنوا ايه؟ لكن يعني على ارض الواقع اللي بيجي اسس لا مؤاخذه يروح ورا الشمس. انا عارف بس بلاش يعني. بص حضرتك احنا ما عندناش يعني بلاش اتهامات. لا يعني تم تهديد الناس، تم تهديد الناس بعد اذن حضرتك، انا بتكلم كلام المسؤول عنه. طيب لا تم تهديد الناس والناس بتهدد في اكل عيشها. في معلومات يعني خلينا ايه ما نروحش يعني خلينا نتكلم في معلومات. انتوا هتبنوا ايه على المكاسب اللي انتوا حققتوها زي ما انتوا دلوقتي؟ يعني اولا مثلا اللجان اللي هي ما تمش توفيق اوضاعها وسلمت على الدموع، دي المؤاخذه يعني عيب قوي ان هي تبقى بتروح تسلم اوراق نقابات في المحاكم، هتخش قضايا، ثم الناس هتكافح للتاسيس لان اتفتح لهم الطريق للتاسيس، وتشال اسم اتحاد عمال مصر من القانون تماما. صحيح على ارض الواقع بيتم امور ثانيه، لكن ده فتح طريق. ما اعتقدش ان تحرير الطبقه العامله شيء هين وبسيط ان هو يخلص بقانون وفقط، ما حدش هيجي يدينا حقوقنا وحرياتنا مجانا او كده يقول لك اتفضل انت حر. لا لا، العمليه عايزه كفاح. هنكمل في التاسيس، هنكمل في القضايا بتاعه توفير الاوضاع، واللجان اللي هي افلتت من المجزره اللي عملوها لها وزاره الطاقه العامله المره دي في 2114 لجنه يا فندم. كام لجنه نقابيه وقفت؟ احترامي في خلط. اتفضل. في لجان تبع الاتحاد عمال مصر دي انت حضرتك ضيفها في الرقم. لا دي ارقام اللي وفقوا في النقابات المستقله. طب خلينا نروح فاصل وهرجع لك تاني. مشاهدينا فاصل، نروح الموجز ونرجع لكم مره تانية. اهلا بكم من جديد مشاهدينا، وهذا نقاش عن الانتخابات العمليه. كان معانا في اول الفقره استاذ خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بس هو شارك معانا جزء في الحوار بعد كده التليفون اتقفل. استاذه فاطمه كنا بنتكلم عن قبل الموجز انه 2114 لجنه نقابيه، والاستاذ طارق قال انه في جزء منها تبع الاتحاد العام، بس الفكره انه كمان انتم محققين مكاسب على الارض. يعني الفكره انه في لجان نقابيه تم توفيق اوضاعها بالفعل، اللي تم توفيق اوضاعها كنقابات مستقله ولم تخضع
للضغوط اللي حصلت عليها سواء من جهات أمنية أو موظفين جوه القوى العاملة إن هي تنضم لنقابات عامة تابعة للاتحاد طبقا لأحد التقارير الحقوقية هي 108 نقابة فقط. طب مش ده حاجة كويسة ليكم؟ ودي حاجة كويسة. ما أنا زي ما كنت بقول لحضرتك إنه دي بداية طريق والناس بتحفروا بضوافرها بالفعل، لأنه 108 دول علشان خاطر يوفقوا أوضاعهم فعلا اتحطت قدامهم عراقيل وتلاكيك، وكان كل نقابة بتروح الموظف بيبص في الورق الأول ما بيلتزمش لا باللائحة ولا بالقانون، لا بيدور يشوف يتلكك لهم بإيه عشان يقول لهم ده ناقص عشان يضيع عليهم 60 يوم بتوع توفيق الأوضاع، وإنه 108 لجنة دول بالفعل خاضوا حرب شرسة ولسه قدامهم طريق من الحرب، لانه الموضوع ما خلصش بمجرد ما هم وفقوا اوضاعهم وبقوا نقابه طبقا للقانون، لا ابتدت بقى الاعتداءات بعد كده في الشطب والاستبعاد، ابتدت يوم الانتخابات يوم الخميس اللي فات في لجان كتير جدا الموظفين القوى العامله المفروض ان هم بيروحوا يشرفوا على الصندوق وعلى مساله الفرز ما راحوش اصلا، ضمنهم في حالتين واضحين وبيدوا دلاله، حاله منهم انتوا موثقين ده؟ حاله منهم عمر افندي، وفي عدد من فروع عمر افندي من ضمنها الاداره اللي في عدلي، لجنه القوى العامله اللي بتروح تشرف على الانتخابات ما راحتش، فلما بيكلموا بيقول لهم انتوا ما جاتوش ليه؟ قالوا لهم والله في الحقيقه انتوا كان المفروض تيجوا تاخدوا موظفين القوى العامله اللي هيجوا يشرفوا لكم على الانتخابات. انا مش فاهمه يعني ايه تيجوا تاخدوا موظفين موظف رايح يشوف شغله، يعني ايه يروحوا ياخدوه؟ الحاله الثانيه هيئة السكة الحديد، ودي نقابة مهمة جدا أصلا، وبرضو الناس متحضرين وموجودين وفوجئوا أنه اللجنة بتاع القوى العاملة ما جاتش، الترتب عليه بقى الانتخابات ما تمتش. الموضوع بقى أنه النقابة العامة التابعة لاتحاد عمال مصر ما ودتش الورق ولا استمارات إبداء الرأي للقوى العاملة عشان خاطر يحصل انتخابات، وبالتالي انه الانتخابات دي ممكن تجيب ناس هم مش عايزينها، وفي الحاله دي يبقى المجموعه اللي هم وفقوا بها الاوضاع هم اللي يفضلوا بيكملوا وبيديروا النقابه، يعني هم بيجيبوا، يعني حتى رغم الشطب ورغم كل محاولات الاستبعاد كمان فكره انه الناس تروح وتجيب حد عايزاه هم ما هم مش عايزينه تماما، هم مش عايزين حد يجي يقول العمال وحقوق العمال تحديدا، واحنا داخلين على مرحلة وإحنا بالفعل في مرحلة صعبة وداخلين على مرحلة أصعب، يعني هم عايزين يمرروا قانون العمل بختم، ناس بيقولوا إن إحنا النقابات والاتحادات وبنعبر عن العمال بس في الحقيقة هيبقى قانون أسوأ من قانون الخدمة المدنية اللي مرة قبل كده، عايزين يمرروا قانون التأمينات اللي هو هيبقى بينتقص من حقوق الناس في غلاء وفيه وفيه، وبالتالي هم عايزين ناس يجوا يبصموا مش عايزين ناس يجوا يقولوا لنا حقوق. طيب أستاذ طارق اتفضل. أنا عايز أقول إن هذا القانون هيتسبب في أزمة شديدة وهيتسبب في مشاكل كتيرة، لأن القانون اللي ما عملش حريات نقابية على الأرض والممارسات وسمح بممارسات غير قانونية، والقوى العاملة دي جهة، دي السلطة التنفيذية، دي جهة إدارية المفروض ما تتدخلش في شأن النقابات، ومفروض ملهاش اي علاقه بالحاجات دي. لما يبقى هي فرض عليا ان انا اروح اقدم لها هي وان انا اطلب منها صناديق، مثال بسيط، احنا المفروض يجي لنا 200 صندوق، جالنا 3 صناديق من القوى العامله، فين الانتخابات دي؟ ما عملوش ورق انتخابات. طيب انتوا سجلتوا كل الحاجات دي؟ طبعا مسجلين. وعاوز اقول حاجه ان اتحاد عمال مصر بنقاباته اللي كان بيقول عليها 24 ولا كانت 24 ولا حاجه، لكن بنقاباته خدت احكام سابقه بانها انتخابات مزوره، هيحصل نفس الموضوع. هتبقى انتخابات ونقابات بتمثل العمال وهم اصلا في المحاكم واخدين احكام ان هم ملغين بحكم محكمه. وقتنا خلص، شكرا ليك استاذ طارق كعيب رئيس نقابه الضرائب العقاريه، الاستاذه فاطمه رمضان الباحثه في الملف العمالي، ومره كمان كان معانا استاذ خالد عيش نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على التليفون، لكن المكالمه اتقطعت. فاصل اخير مشاهدينا، هنتابع بعده تقرير هيومن رايتس ووتش حول هدم المنازل في شمال سيناء. أهلا بكم من جديد.
أصدرت منظمة Human Rights Watch تقريراً جديداً حول هدم المنازل في شمال سيناء، وذلك في إطار جهود مكافحة الإرهاب التي تتم في المحافظة منذ سنوات. التقرير رصد عمليات مكثفة من قبل الجيش المصري لنحو 3000 بيت وبناية تجارية في شمال سيناء منذ فبراير الماضي، بالإضافة إلى 600 بناية تم هدمها في يناير الماضي حسب ما ورد في التقرير. المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة بدوره نفى ما ورد بالتقرير، مضيفا أنه اعتمد على مصادر غير رسمية في معلوماته عن الوضع في شمال سيناء، مؤكدا أن القوات المسلحة تتخذ كافة التدابير القانونية في كافة العمليات العسكرية التي تقوم بها في شمال سيناء. نتابع. هذا التقرير الكاذب بيتكلم على القوات المسلحة، بيتكلم على اللي بيحصل في سيناء، بيتكلم على هدم البيوت ومش عارف بنعمل قد ايه ومشوا الناس واصوا احنا عملنا والتقطنا صور. طب انا نفسي اسال سؤال، هو الصور اللي التقطتها صور الفضاء دي مين اللي اداها لك؟ مين سلم هذه الصور لهذه المنظمة اللي بتقبض؟ فاكيد في دول بتتعامل معاها، اكيد في دول لها مصلحة. اهلا بكم من جديد. حول هذا الموضوع ارحب بضيوفي هنا معانا في الاستوديو العميد خالد عكاشه رئيس المركز الوطني للدراسات الامنيه وعضو المجلس القومي لمكافحه الارهاب. اهلا بك معانا يا فندم. اهلا وسهلا. كمان معانا من العاصمه البلجيكيه بروكسل استاذ عمرو مجدي الباحث بمنظمه هيومن رايتس ووتش. اهلا بك معانا استاذ عمرو. اهلا اهلا فندم. طيب ابدا معاك سياده العميد، تعليقك على التقرير اتفضل. يعني تكرار الحقيقة من منظمة Human Rights Watch على يعني الإلحاح والإصرار على تصوير رواية غير حقيقية غير مهنية تفقد مصداقية هذه المنظمة الكبيرة بشكل يدعو للتساؤل الحقيقة، وربما يجعلنا نقف وقفة لماذا تصدر هذه المنظمات الحقوقية مثل هذه التقارير. كثير من الثغرات العميقة، أبرز هذه الثغرات إيه؟ أبرز هذه الثغرات هي الحديث حول هدم منازل وحول تدمير مزارع، في حين أن الجهات المسؤولة المصرية أعلنت أن هناك نقل حقيقي للمواطنين وأن هناك من تضرروا من الإرهاب ومن العملية العسكرية. هذا الأمر معلن ومعترف به، وتم صرف تعويضات وصلت لأكبر رقم للتعويضات التي أنفقتها الدولة المصرية لتصحيح الأوضاع على الأرض، منها مدينة رفح المصرية وهي في وضع جغرافي استثنائي غير طبيعي، أنها موجودة على الشريط الحدودي ما بينها وبين رفح الفلسطينية، كانت تستخدم كممر للأنفاق التي يتابعها الجميع وهي معلومة للكافة. لم يتطرق التقرير إلى مثل هذا الأمر، ولم يتطرق إلى أن هناك تعويض حقيقي بمبالغ وصلت إلى 750 مليون جنيه مصري. هو الحقيقي في المتحدث العسكري قال أكثر من 900 مليون. 900 دخلت لتعويض إلى أماكن أخرى لكن وصل إلى هذا الرقم. طب خلينا ناخد رد أستاذ عمرو. أستاذ عمرو، يعني الحديث عن أنه هذه المنطقة معلن أنها سيتم إنشاء فيها مناطق عازلة. الأمر الثاني أنه في خطر إرهاب وده خطر يعني لا يستهان به، فلماذا تحدثتم عن هدم المنازل ولم تتحدثوا عن التعويضات التي حصل عليها المتضررون؟ تفضل. نعم، اهلا بك يا فندم واهلا بسياده العميد عكاشه والمشاهدين.
الفكرة في الأساس إن إحنا بنتكلم عن أولاً شيء مسكوت عنه تماماً، الدولة المصرية لا تسمح على الإطلاق لأي صحفيين أجانب أو مصريين بالحديث عما يجري في سيناء. يعني هات لي تقرير واحد أو بيان واحد طلع من القوات المسلحة المصرية يشرح للناس للمصريين ماذا يحدث هناك، كم بيت تم تدميره، في أي مرحلة هي عملية التهجير القسري. كمان الدولة المصرية يحلو لها أن تستخدم مفردات تجميلية، يعني المتضررين من العمليات العسكرية، لا، هو اللي بيحصل اسمه تهجير قسري في القانون الدولي، والتهجير القسري في القانون الدولي مسموح به في ظروف محددة جدا. زي ما حضرتك ذكرتي هناك فعلا تحديات أمنية حقيقية في سيناء، هناك جماعات مسلحة، لكن أيضا هذا القانون الذي يسمح به التهجير القسري يحدد ضمانات مهمة جدا وأساسية يعني تجاهلتها الدولة المصرية تماما. نحن ذكرنا في تقرير أكبر، يعني تقرير لصدر المرة دي كان تقرير صغير، لكن في تقرير كبير صدر في سبتمبر 2015 لرصد عمليات التهجير القسري، وذكرنا فيه بالتفصيل كيف حصل بعض الأهالي على التعويضات، كيف بعضهم كان غير راض عن هذه التعويضات، كيف آخرين لم يحصلوا على أي تعويضات، وأن معظم الأهالي في الأغلب العام لم يحصلوا على أي تعويضات على الإطلاق للأراضي الزراعية. الضمانات اللي بينص عليها القانون الدولي ان انت لو عايز تعمل تهجير قسري، اولا لازم يبقى فيه مشاورات شفافه علنيه مع الاهالي، حوار مجتمعي، لازم يبقى فيه تعويضات، لازم يبقى فيه اليه قانونيه واشراف قضائي للناس اللي مش راضين عن التعويضات او اليه احتساب التعويضات للطعن. هات لي مواطن مصري واحد من رفح يستطيع ان يذهب للمحكمه ويقول انه لم يحصل على تعويض كافي، على طول هيتاخد على السجن او هيتم تهديد اهله او الى خلاف ذلك. فبصراحه طيب يعني استاذ عمرو، يعني يبدو انه حضرتك استاذ عمرو، استاذ عمرو يبدو ان حضرتك يعني بصراحة. يبدو انك تتحدث عن نعم استاذ عمرو، يبدو ان حضرتك بتتكلم عن انه في الاخر خلص الموضوع او خلص جوابك انه الناس ما خدتش تعويضات، في بعض الناس ما خدتش تعويضات كفايه، حضرتك اللي بتقول كده، فيبدو انه التقرير بيهدف لده، انا مش فاهمه حاجه. لا، الكونسيرن او الباعث البواعث على القلق ليست فقط التعويضات، البواعث على القلق هي كيف يتم الاستهانه تماما بحقوق المواطنين في سيناء، ويعني التعامل معهم باستخفاف واستهانه شديده جدا من اول اليه تهجير الاهالي، الضباط بيروحوا او الحمله العسكريه تذهب للبيوت او الحي وتأمر الأهالي بإخلاء مساكنهم خلال 24 أو 48 ساعة، كأنها يعني كأنهم ليسوا مواطنين، كأنهم ليس لم يعيشوا في هذه الأرض يعني عقود ممتدة، لا يتم توفير أي سكن بديل، لا يتم توفير أي حلول بديلة، لا يتم حتى أحيانا تقديم مساعدة في نقل العفش، أو أحيانا يتم منعهم من أخذ ممتلكاتهم. لو بنتكلم عن التعويضات، يعني غياب كامل لشفافية احتساب التعويضات، غياب كامل للإشراف القضائي، الجيش يفعل ما يحلو له في سيناء ويمنع أي نوع من الرقابة. طيب خليني بس أقول مثال أيضا مهم جدا، إن إحنا عندنا دلوقتي منطقة عزيرة جديدة في العريش حول مطار العريش، لم يصدر بخصوصها أي قرار مكتوب، يعني قرار شفهي من رئيس الجمهورية بإنشاء منطقة عزيرة قطرها 5 كيلو متر وتهجير أهالي وتجريف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية بمجرد قرار شفهي. يعني تكرار من هيومان رايتس ووتش محاولة حضرتك بتسألي على ما هو الغرض من التقرير؟ الغرض من التقرير هو ما جاء على لسان الزميل الآن، محاولة تمرير مصطلحات غير حقيقية. تهجير القسري هم يحاولون أن يمرروا ويدسوا هذا المصطلح رغم أن هذا الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة. القرار صادر من السلطات المصرية، يخضع للرقابة القانونية، لم يتقدم أحد بأي شكوى خاصة بحساب التعويضات. التعويضات كانت سخية تماما، كان هناك نوع من أنواع السخاء المقصود من القوات المسلحة، نظرا لأنها تحتاج إلى أن تجعل الأهالي في وضع نفسي وفي وضع معيشي مريح. القوات المسلحة ليست فقط هي من قامت عبر آلياتها وعبر معداتها بنقل المواطنين إلى مناطق بديلة، لم يتم التهجير بها
بل بالعكس تم إعطائهم تعويضات، وتم أيضا إعطائهم أماكن بديلة في مدينة العريش العاصمة التي تبعد عن مدينة رفح ما لا يزيد عن 60 كيلومتر. يعني كان هناك مضاعفة بتعويض مضاعف، وكان هناك حالة من تقديم المعونات الغذائية المجانية لكل من ينتقل. خلال العملية الأخيرة سيناء 2018 كان هناك سخاء كبير جدا في توفير المواد المعيشية. الزميل العزيز يتحدث أنه لم يصدر تقرير واحد مصري، أنا أحيله إلى مؤسسة الأهرام المصرية وهي أكبر مؤسسة صحفية تم تغطية عبر كافة إصداراتها، الأهرام اليومي، الأهرام العربي، الأهرام ويكلي باللغة الإنجليزية، تفاصيل كاملة تم استقائها من الأهالي مباشرة في أحاديث مطولة وفي صور معيشية حقيقية منقولة من أرض الواقع تتحدث وتكذب كل ما جاء بتقرير هيومان رايتس ووتش الذي أعتقد أنه اتخذ نفسه كمنصة للهجوم فقط على النظام المصري وابتعد عن المساحة الحقوقية التي من المفترض أن يكون هو ملزم به. طيب أستاذ عمرو، إذا ما تحدثت إن حضرتك تكلمت إن أنتوا أشرتوا للتعويضات في التقرير اللي هو قبل ده بكذا شهر، لكن يسأل يعني في سؤال هنا إنه لماذا لا يعني لماذا لم يتم الاستناد إلى شهادات بعض المواطنين اللي تم تعويضهم؟ لماذا فقط الاستناد إلى مصادر مجهلة؟ وهذا الاتهام يوجه إليكم كل تقرير. نعم، في هذا التقرير يعني استندنا إلى صور أقمار صناعية في الأساس، هناك بعض شهادات شهود العيان، وهناك أيضا بيانات من أهالي سيناء نفسهم. يعني لو بنتكلم عن اللجنة الشعبية في العريش واللجنة الشعبية لسيناء أيضا اللي فيها ممثلين من رفح والشيخ زويد، هي تحدثت عن يعني نقص التعويضات، تحدثت عن تأخر التعويضات. هناك حتى تصريحات رسمية بتقول إن ما فيش تعويضات. يعني حضرتك راجعي التصريح لأستاذ عاطف عبيد مدير مديرية الزراعة في شمال سيناء في صحيفة المال، وذكر فيها إنه تم تجريف كامل الأراضي الزراعية في مدينتي رفح والشيخ زويد، ولم يتبقى غير 10% من الأراضي الزراعية في العريش، ومع ذلك هو يتحدث عن ولكن أليس هذا لغرض تعويض الناس بأراضي مدينة هذا لغرض يعني مكافحة الإرهاب يعني مطلق والحفاظ على أرواح الأراضي الزراعية في سيناء؟ حضرتك لو أعتقد أنه لو الحكومة المصرية تكرمت وسمحت للمراسلين المستقلين وليس فقط مراسل صحيفة الأهرام بأنهم يروحوا سيناء ويتحدثوا مع الأهالي وينقلوا أصواتهم، أعتقد حضرتك هتشوف إزاي الأهالي هناك مقتنعين تماما يعني بأنه عملية إنفاذ القانون هناك يعني يتضاءل الفارق بينها وبين للأسف الجماعات المسلحة فيما يتعلق بخرق القانون، فيما يتعلق بإهانة المواطنين، فيما يتعلق بالدوس على حقوقهم. يعني الكثير من الأهالي مقتنع بأنه لم يكن هناك داعي لتجريف كل هذه الأراضي، لم يكن هناك داعي أمني يعني قوي ل يعني هناك رؤية أمنية وهناك مسؤولين أمنيين هم يتحدثون عن أغراض أخرى تكون هذا قرارهم. طيب نص دقيقة بأي نص دقيقة يعني الحرب على الإرهاب في كل الساحات وليس في سيناء وحدها هي تخضع بالفعل لمثل هذه الترتيبات. الأراضي الزراعية التي يتم الحديث عنها كانت ملاذ آمن للتنظيمات الإرهابية. القوات المسلحة والقوات الأمنية في أي دولة تقوم بحماية المواطنين هي تدخل وتنفق هذه النفقات لحماية أهالي سيناء وليست لانتهاك حقوقهم. شكرا لك العميد خالد عكاش رئيس المركز الوطني للدراسات الأمنية وعضو مجلس القومي لمكافحة الإرهاب. شكرا أستاذ عمرو مجدي الباحث بمنظمة هيومان رايتس ووتش، كنت معنا من بروكسل. مشاهدينا، أعربت الخارجية السودانية عن احتجاجها على بعض مشاهد مسلسل أبو عمر والذي يعرض خلال شهر رمضان في عدد من الفضائيات المصرية. مشاهد المسلسل التي أثارت حفيظة الخرطوم تصور السودان كبلد يرعى الجماعات الإرهابية، وذلك حسب ما أبلغت الخارجية السودانية السفير المصري في الخرطوم، في الوقت الذي قرر فيه المجلس الأعلى للإعلام في مصر حذف بعض مشاهد المسلسل بعد الشكوى السودانية. نتابع التقرير التالي. السلام عليكم. داعي الخبر شلو؟ ممكن تاخدني في طريقك؟ نعم. أدفع لك لما نوصل. مسألة
استدعاء السفير وتقديم احتجاج هو إجراء افتعالي تصعيدي لا يتناسب بأي حال مع يعني ما حدث في هذا المسلسل وما جرى فيه من أحداث. أعتقد أن الحكومة السودانية لا زالت تمارس هواية الهروب إلى الأمام، مشكلات جامة في السودان يحاولون التغطية عليها بأشكال عديدة من الممارسات منها افتعال يعني أزمات مع مصر. لكن أن تصدر هذه التصريحات عن رأس الدولة السودانية، هذا الأمر هو الغريب، هذا الأمر يؤدي إلى توتر العلاقات على المستوى الشعبي وهو الأخطر. شايف ان ده يعتبر من افضل المسلسلات، يعني انا شايف ان هو من ناحيه التصوير، من ناحيه الموسيقى التصويريه، من ناحيه التمثيل، نقدر نقول جزء برضو فيه له علاقه بتنفيذ المعارك، يعني تنفيذ المعارك لطيف، قصه الحكايه، الاستراكشر بتاع السيناريو نفسه، خاصه ان هو متاخد من اصل ادبي ومن روايتين، ففكره ان انا الم العناصر دي كلها وابتدي البدايه دي اعتقد انها بدايه موفقه. أنا أيضاً كمان قالوا إن في ده أسطى عربية كانت فيها عليها إشارة الخرطوم، العربية دي للأسف ثبت إنها في الحلقات القادمة واتشالت بناء على الشكوى. وبالفعل يعني مسألة استخدام رموز سودانية سيادية، هذا الأمر يحتاج إلى تنسيق مع الجانب السوداني، ربما يكون صناع هذا العمل الدرامي قد أغفلوا هذه الجزئية. المفروض أسيب فرصة للفنانين إن هم يعبروا ويبدعوا بالشكل اللي هم شايفينه، وخاصة الموضوع مش مستاهل كده، يعني مش مستاهل إن احنا ناخد رد الفعل ده عليه، لأن هو مستحيل يعمل أزمة دبلوماسية من الأساس. طيب بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، بشكر كل متابعينا وإلى اللقاء بإذن الله.